حياكم الله مشاهدينا متابعي قناة وطن دبليو تي في، اهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد. المتقاعدين بين تعديل القانون وبين همومهم، راح نتعرف على هواي التفاصيل من خلال ضيفي راح يشاركني الحديث واللي موجود وياي عبر السكايب. ورحب بالاستاذ محمد الجبور رئيس رابطة نقابة المتقاعدين، حياك الله استاذ محمد. حياك الله ست هبه عيني، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. بداية استاذ محمد، يعني انا اسالك من العنوان متقاعدين اليوم بين تعديل القانون وبين همومكم ومشاكلكم، فنريد نعرف تعديل القانون شو وقت يتعدل اليوم، نريد نعرف هموم المتقاعد من خلال الحلقه. الناس يقول لك اليوم متقاعد هم عنده هموم، ما يعرفون الاشياء اللي اليوم موجوده خلف الكواليس. نعم، شكرا لكم ست هبه وشكرا لقناتكم. حياك الله. شكرا الى مكتب بابل ايضا. اختي العزيزه، بالبدايه سمحينا. نعم نعم، شكرا جزيلا لهم. اذا سمحينا البدايه ان نداء لاخوتنا المتقاعدين كافه بكل العراق من شمال الى جنوبه. اخواني ان شاء الله احنا يوم الثلاثاء القادم الساعه 8 صباحا عند تجمع امام مجلس النواب، راح تكون مظاهره كبيره لكل المتقاعدين بسبب تجاهل الحكومه وعدم قيامها بتعديل قانون التقاعد بما يتناسب مع ما يحتاجه المتقاعدين. فهاي دعوه لكل المتقاعدين بالعراق كافه الحضور التجمع امام مركز شرطه الصالحيه قرب فندق الرشيد امام بوابه مجلس النواب. نعم. الساعه 8 صباحا يوم الثلاثاء القادم، يعني عقب باكر. زين. نعم. اختي العزيزه، المتقاعد كان يتامل يعني من سنوات طويله انه يجري مجلس النواب تعديلات القانون اللي كنا نتاملها، ونسمع من خلال الاعلام انه وصل القانون الى مجلس النواب رغبه التعديل. وصار مده نسعى ونبحث ونروح منا ونجي منا. قبل يومين توجهنا لاحد النواب السيد امير كامل معموري في محافظة بابل، والتقينا به ولما سالناه على هذا الموضوع قال والله اخي العزيز مجلس الوزراء ارسل لنا كتاب بسحب القانون. يعني مجلس الوزراء اعترض على التعديلات وسحب القانون من مجلس النواب. شنو السبب؟ حاليا السبب يقول هذا بجنبه ماليه. زين، لما يقول بجنبه ماليه نسال الاخ السيد رئيس الوزراء والساده النواب كيف تم التصويت على زياده رواتب النواب خلال لحظه واحده؟ الم تكن جنبه ماليه بهذا الموضوع؟ يعني يم المتقاعد هذا الانسان الكبير بالعمر اللي خدم بلد على مدى 40 سنه يصير يم جنبه ماليه مثلا؟ يعني قد راح يعطونا كل واحد 50 مليون مثلا جنبه ماليه؟ فلهذا احنا اختي العزيزه قلت لك راح نطلع ان شاء الله مظاهره كبيره امام المنطقه الخضراء، امام مجلس النواب وامام رئاسه الوزراء لغرض معرفه اسباب سحب القانون ومتى يتعدى القانون. لحد الان المتقاعدين رواتب ضعيفه جدا وما تفي بالغرض، وكلهم ناس كبار بالسن وعجزه ومرضى ومقعدين. فالى متى يبقى تجاهل الحكومات لهذا المواطن؟ نعم نعم. زين استاذ محمد، موضوع الجنبه الماليه يعني بس من ناحيه المتقاعدين اليوم، زين ليش ماكو جنبه ماليه من يعني امام الوزراء اعضاء مجلس النواب اللي رواتبهم يعني خياليه؟ المتقاعد هو اليوم ايش قد راتبه؟ ايش قد يوصل راتبه يعني؟ 500 او 600000. رحم الله والديك. 500 او 600000 يعني من يجي من المتقاعد اكو جنبه ماليه. زين انت ليش ما تحكي عن المخصصات الماليه للنواب، للضيافه، بالنسبه للوزارات اللي تنصرف لها 70 مليون و100 مليون على شاي وقهوه وهاي الضيافه اليوم الموجوده بالوزارات، من يم المتقاعد اكو جنبه ماليه؟ المشكله نفسهم يصرحون النواب من خلال الاعلام يقولوا احنا رواتبنا ما تكفينا 15 20 مليون، ما تكفي النائب 15 او 20 مليون ما تكفي النائب، يريد بعد زياده. وتدرين قبل ثلاث ايام، قبل اسبوع يمكن او اسبوعين زودوهم 3 ملايين دينار زياده واحده. بينما المتقاعد بعد دراسات طويله معمقه ومستشارين واصعد وانزل وجيب وودي زادوهم 100000 دينار هاي العام بغلاء معيشه، علما هاي الزياده ال 100000 زياده مو قانونيه وانما تعتبر غلاء معيشه، قد تقطع هاي الزياده في اي لحظه عندما ياتي رئيس وزراء قد بعد السوداني يلغي قرارات رئيس الوزراء السابقه ويلغي هاي ال 100000 ويرجع الراتب 500000 دينار. يعني هم نفسهم يصرحون النواب يقولون 20 مليون و30 مليون ما تكفينا معيشه، زين كيف هذا المواطن راقي يعيش 500000 دينار؟ زين شنو؟ في اليوم المتقاعد استاذ محمد، اليوم اغلب المتقاعدين لحد الان ساكنين بالايجار، ما عندهم بيت ملك. فاليوم تكفي ايجار، مولده، انترنت، اكيد عنده يعني اولاد اليوم بالجامعات. نعم. او بالمدارس، شو تكفي اليوم؟
يعني ستهبه بالنسبه للمصاريف اليوميه لكل مواطن، يعني ابسط مواطن هسه باليوم رادنا 25000 دينار مصرف، اضافه للانترنت، اضافه اكثرهم ناس كبار مرضى عجزه راجعون اطباء. وتعرفين هسه اي مراجعه الطبيب اليوم يحتاج لما لا يقل بين كشفه وبين سونار وبين تحليل وغيرها وغيرها يحتاج 250000 دينار ويرجع مثل الورد. زين اذا هو 500، اغلب المتقاعدين اضطروا ياخذون سلف، وتعرفين المصارف لما تاخذ سلفه منهم يقصون راتبك بالنص، يعني 250 تروح يبقى لك 250. زين شلون المواطن يعيش بها 250؟ زين هو هذا المتقاعد مثلا يقدر يطلع يشتغل مثلا على باب الله، يقدر يطلع يدبر له مثلا من شف ليش بعد؟ هو رجال عاجز، انسان تعبان، وصل الى مراحل العمر الاخيره. يعني ما اعرف هذا التجاهل، الاسباب التجاهل هاي ليش ما نعرفها؟ لحد هاي اللحظه احنا دايخين بموضوع تجاهل حكومه لهاي الشريحه. يعني انسان هسه حتى لو بشركه اهليه مثلا، لما انسان يخدم بمزرعه، يخدم مصنع، يخدم معمل، اكيد ابو المصنع او المعمل يكرم هذا الانسان لما يكبر، يكرمه تكريم يليق به. هسه احنا خدمنا بلدنا وخدمنا العلم، وطينا تضحيات وطينا شهداء وطينا جرحى وطينا معوقين، هل يعقل انه الحكومه تتجاهلنا في التجاهل هذا؟ زين في حين هذا قانون التقاعد هو اللي احنا جاي نطالب به، قانون فرق المتقاعدين تفريق تفريق. واعطيك امثله كثيره على هاي المواضيع. مثلا شهداء الحرب العراقيه الايرانيه حاليا اعتبروهم متوفين، ياخذون راتب 400000 دينار، بينما الشهيد الحالي ياخذ 1,200,000. زين الجريح السابق ياخذ 500، الجريح الحالي ياخذ 1,200,000، المعوق كذلك، معوق قديم ومعوق جديد، متقاعد قبل 2003 يختلف، ومتقاعد بعد 2003 يختلف، متقاعد قبل 2014 يختلف، ومتقاعد بعد 2014 يختلف، متقاعد قبل 2020 يختلف، ومتقاعد بعد 2020 يختلف. يعني هذا القانون، يعني تعرفين اكثر النواب، احنا قبل شوي كنا نتحدث انا واخواني في مكتب بابل قناتكم اللي قالوا عندهم مستشارين وعندهم كذا، اكثر المستشارين الموجودين هم اكثرهم اما كان شيخ عشيره او كان يشتغل في مزرعه او تاجر، وجابوهم حطوهم مستشارين، مو هالاختصاص، مو هالدرايه وعلم بالقانون. فاحنا نتمنى اذا يردون فعلا يعدون قانون التقاعد يرسلون على مجموعه من المتقاعدين، كما يقال اهل مكه ادرى بشعابها، يرسلون على مجموعه من المتقاعدين اصحاب خبره واصبح اصحاب كفاءه، ويعرفون التفاصيل اللي يحتاجها المتقاعد فعلا حتى توحد المتقاعدين قانون موحد فعلا. هذا القانون الموجود حاليا قانون اصلا غير موحد، غير انساني، ما يفيد المتقاعدين. فلهذا احنا نطالب تعديل القانون منذ فترات طويله. يعني عندنا مثلا قلت لك هذا القانون فرقوا بين واحد وواحد، عندنا الماده 13 من قانون التقاعد تقول اللي مستقيل والمعزول والمفصول واللي تارك العمل اللي عنده خدمه 20 سنه وعمر 50 سنه يستحق راتب تقاعدي. هاي شو وقت الماده وضعوها؟ وضعوها عام 2014 بالقانون رقم 9، جرى عليها تعديل هاي الماده واصبحت الماده هاي اللي عنده خدمه 15 سنه وعمر 45 يستحق راتب تقاعدي. ايش سووا هم؟ عطوا بعد 2020 وتركوا قبلهم. يعني هذا هاي صايره غير عن يساوي بين الفئتين، لا يعني ما يسوون، ما ليش قبل شيء والوقت الحالي شيء ما نعرف. وش سووا هم؟ المشكله ورطوا الناس، يمكن لان اجت العالم حتى يخدمون مصالحهم الشخصيه. استاذ محمد يعني من يطلعون تقاعد يستفادون هم كنواب ووزراء وسياسيين. يعني هسه احنا بغض النظر عن الفائده وغير الفائده، هذا مواطن خدم الدوله مثلا 17 سنه و18 سنه و19 سنه وبلغ عمره تجاوز ال 50 وتجاوز حتى 60 سنه، واستقدم استقاله لظروف معينه، ظروف مرض، ظروف غيرها، وقدم استقاله بذاك الوقت. زين هذا عنده 18 سنه ما تعطوه راتب، وعنده 15 تعطوه راتب، العمر 50 سنه ما تعطوه راتب، العمر 45 تعطوه راتب مثلا، يعني باي حق عداله هاي؟ لما تعدلت الماده هاي العالم فرحت بها انه صار تعديل، واجوا وقدموا معاملاتهم ومنحوهم هويه تقاعديه بهيئه التقاعد، ومنحوهم ماستر كارد، واستلموا راتب وراتبين، وراسا بدون سابق انذار قطعوا رواتبهم من 2020 ولحد الان قاعدين بدون رواتب. يعني هذا ماده 13، هذا مستقيل وهذا مستقيل. وشنو ذنبهم يعني من 2020 حتى هذا اليوم بدون رواتب؟ ما شلون مدبرين امورهم؟ والله العظيم انا اعرف ناس وقعوا انتهوا، يعني انتهوا، يعني راحوا انتهوا. يعني اكو واحد اعرفه انا شخصيا اسمه حقي من اهل بغداد، يعني انتهى هسه قاعد بالفراش لا يقدر يشتغل ولا يقدر يعالج نفسه ومنتهي.
يعني باي حق انتم هذا الانسان تحرمونه من راتبه؟ قدم خدمات للدوله 19 سنه عنده خدمه، تصوري 19 سنه والله 19 سنه خدمه، دفع توقيفات تقاعديه عليها، هو ما جاي يطلب منكم طلبه، توقيفات تقاعديه دفعها من خلال راتبه اللي داوم به. المفروض مباشره هذا وفق الماده 13 تمنحوه راتب تقاعدي بدون لا يمنى ولا يسرى. زين المكافاه اثناء الخدمه مثلا، نرجع على التفصيل بين التفريق بين المتقاعد والمتقاعد. المتقاعد قبل 2014 ما اعطوه مكافاه اثناء الخدمه. متقاعد بعد 2014 اعطوه مكافاه اثناء الخدمه بشرط عنده خدمه 30 سنه. عام 2020 عدلوا الماده، اللي عنده خدمه 25 سنه يعطوه مكافاه، اللي عنده خدمه 29 سنه وست اشهر عام 2016 ما يعطوه مكافاه. يعني تصوري يعني شيء عجيب غريب والله العظيم. شنو هالقانون؟ يعني خبلوا يعني عجيب عجيب عجيب، ما صاير بكل دول العالم. قانون يعني شنو احنا عجيب نمشي غريب. عكس العالم استاذ محمد؟ يعني ابو يعني 29 سنه انا ما اعطي مكافاه نهايه الخدمه وبال 25 سنه اعطي مكافاه؟ هسه انا اتمنى تامنون اتصال مع مدير هيئه التقاعد واسالوه هذا السؤال. يا ريت يعني هم لو يجاوبون يعني باللقاءات التلفزيونيه، يعني كل من اتصل عليهم مشغولين ما عندهم مجال، مرتبطين بعمل. هذا هو ردهم. من عمل ايش عنده من عمل هو؟ متقاعدين الناس تروح لها هم قاعدين بيوتهم، ايش عندهم عمل؟ شنو عملهم؟ قلت لك يعني يعني عنده خدمه 29 سنه وست شهور سبعة شهور ثمان شهور والله 29 و11 شهر، تصوري 11 شهر ما اعطوا مكافاه لكونه محال التقاعد عام 2019. اللي محال التقاعد عام 20 عنده خدمه 25 طول مكافاه. فقلت لك التفرقه بين المتقاعدين تفرقه عظيمه. متقاعدين قبل 2003 ياخذ راتب 400 و500 الف دينار، ومتقاعد بعد 2020 وصل راتبه حتى 800 و900 ونفس المستوى ونفس الدرجه الوظيفيه ونفس الخدمه. هذا يستلم 500 وهذا يستلم 800 و900 ومليون. فاحنا نريد ليش احنا نقول يا مجلس النواب يا كارثه، عمي انتبهوا العالم هاي، هذا شعبكم، ذول ابناء بلدكم، ذول قدموا خدمه بلد، ترى خدموا العلم، ما خدموا شخص معين. المفروض ان تنتبهون لهي الناس. ما عندكم خبره بالقانون، اكو ناس احنا عندنا خبره، ارسلوا على الناس المتقاعدين، ناس اهل كفاءات. يا زين النائب انا اعرف النائب شلون حصلت التقاعدي؟ القانون التقاعد شو يقول؟ يجب ان توفر لدى الموظف خدمه 15 سنه وعمر 45 حتى يستقر تقاعدي. زين النائب شلون طول التقاعد عنده خدمه اربع سنوات؟ منين جت هذا القانون؟ اربع سنوات قانون خاص بهم النواب. قانون واحد، قانون تقاعد موحد بكل العراق. كيف اربع سنوات طول التقاعدي؟ باي طريقه؟ شلون القانون جبتوه هاي؟ هذا القانون يخدم مصلحتهم الشخصيه لكن المتقاعد ما يخدمه. فاكيد يعني هم يمشون ورا مصالحهم، فما يهمهم المتقاعد، اهم شيء مصلحتهم الشخصيه. نعم انا قلت لك قبل شويه اختي العزيزه سحبه، المتقاعد من كان موظف بالدوله يدفع توقيفات تقاعديه على امل انه لما يحال على التقاعد بعد 40 سنه هاي التوقيفات تنجمع بصندوق يسمى صندوق التقاعد. زين هذا الصندوق يعطون راتبي من هذا الصندوق، انا ما متفضل عليهم هم ترى العلم، ما متفضل علينا. لكن المشكله عام 2008 لما اجوا للصندوق لقوا درهم واحد ما بيه، باقوها الفلوس، باقوها. وين راحت هاي الاموال؟ الفلوس باقوها، الفلوس باقت مال صندوق، وبداوا بالعمل بالصندوق من جديد عام 2008. من اللي سرقها استاذ محمد؟ من سرقها؟ سرقتها اني، معروفين سرقوها، سرقوها هم، سرقوها الفلوس هم باقوها. يعني رواتب العالم وانا استقطع منهم واثر يعني على حياتهم المعيشه وحياه عوائلهم. نعم. وتالي الاموال تنسرق؟ شلون تصور واحد مثلا يجمع يعني مثلا واحد يجمع من جيبه يجمع 5 10 15 20 الف كذا؟ احكي لي كم موظف استاذ محمد؟ يعني احنا المتقاعدين حاليا حوالي مليونين و800 الف موظف متقاعد، هاي كلها كانت تدفع توقيفات تقاعديه لصندوق التقاعد كلها راحت. يعني انا قبل فتره كنت قاعد يم مدير تقاعد بابل، اتصل علي مدير الصحه قال توقيفات مالتنا مال هذا الشهر اجزك اياها، سالته ايش قد توقيفاته؟ قال حوالي 18 مليار، صوري محافظه وحده. هاي بس بابل؟ واحده مال بابل 18 مليار بشهر واحد، يعني فلوس مو سهله، فلوس يعني كارثه. زين هاي الفلوس من ضمن قانون قانون صندوق التقاعد يجب ان تستثمر وتعمل بها بشركات مصاريف وترد عائدات للصندوق حتى يزودون رواتب المتقاعدين. لكن اتحدى رئيس هيئه التقاعد يفصح عن اموال التقاعد ايش قد وين راحت. اتحداها هسه من خلال قناتكم، اتحدى رئيس هيئه التقاعد ان يعلن عن الاموال اللي موجوده بصندوق التقاعد حاليا، مستحيل يقولون ايش قد.
ابدا مستحيل يقولون عندنا هالقد اموال، بينما هي مالنا هاي فلوسنا ما متفضى الى احد. زين؟ وباقي المعاناه المتقاعدين جبناها من 2003 لحد هذا اليوم مستمره وماك من استجابه نهائيا ابدا ابدا. حقوق ناس عام 2003 حاروا الجيش السابق، حاروا الاجهزه الامنيه في يعني في قضيه ما صارت بكل دول العالم، يعني ما صار تغيير نظام حكم. ها كل دول صار مصر تغيير بها، صار السودان بها تغيير، دول العالم تصيبها تغيير، تحيلون العسكر وتحيلون الامن وتحيلون الاعلام وتحيلون كلها، طردوها طرد من وظائفها. يا ريت اسم طردتوها تطوم حقوقهم، لا زالت حقوق الجيش السابق لحد الان والاجهزه الامنيه لا زالت رواتبهم من 2003 لحد ما صدر قرار حاطب التقاعد بدون رواتب ما اعطوهم اياها. يعني لا زال التجاهل موجود مستمر. عام 2019 احالوا موظفين فجاه على التقاعد قصرا بدون سابق انذار، موظف متامل انه يكمل خدمته 63 سنه حتى يحال التقاعد. فجأة صدروا قرار بليلة الساعة 11 بالليل قالوا يحال مواليد 57 و58 و59 و60 على التقاعد. زين، أنت هسه مثلا موظفة حاسب حسابك بعد 3 سنوات دوام، حاسب حسابك عندك سلف، عندك التزامات مالية، عندك علاوات، عندك رواتب تزداد، حالوهم بدون سابق انذار، وقسم منهم ما كمل خدمة تأهله أن ياخذ راتب التقاعد كامل. ما فكروا بهم. ثانيا اثروا حتى على نظام الدوله، اثروا على نظام الدوله، طلعوا هاي الكفاءات الخبراء، تعرفين الموظف لما يبلغ عمر 60 سنه هذا في قمه الكفاءه وفي قمه الثقافه والعلم، احالوهم مباشره اكيد يكون شخص دارك عنده امكانيه انه يقدم اكثر خدمات. طبعا قمه العطاء وقمه الخدمه. الفقره الثالثه اثروا على صندوق التقاعد، توقيفات تقاعديه مال 3 سنوات توقفت عن الصندوق. هاي تعرفين يعني الموظف لما مستمر بالدوام يدفع توقيفات شهريه للصندوق، ايضا 3 سنوات توقيفات تقاعديه راحت من صندوق التقاعد. زين، يعني هسه حاليا هسه خلال اتصالاتنا مع النواب راح يعيدون سن التقاعد من 60 الى 63. اعترفوا بخطاهم هسه عرفوا خطاهم وراح يصححون الخطا هذا على اساس بالتعديل الجديد. زين، يتعدلون الماده سن التقاعد من 60 الى 63. زين، هاي من ضمن التعديلات. استاذ محمد، احكي لنا معاناتكم ويا هيئه التقاعد اثناء المراجعه. هيئه التقاعد طبعا حقيقه هيئه التقاعد هيئه بدون رقيب ولا حسيب ابدا نهائيا. ابسط شيء هسه على اساس طوروا نفسهم سووا لهم برنامج او تطبيق على اساس يخدم المتقاعد. هذا البرنامج سووه على انه على اساس انه بعد المواطن ما يراجع. البرنامج وضعوا بقضايا ما يعني المتقاعد ما يقدر يصلهم بهذا خلال التطبيق هذا. اكثر المتقاعدين مثل ما عنده بطاقه وطنيه، مثل من خارج البلد، قسم بالموصل والمحافظات الغربيه ما عنده بطاقه وطنيه حتى يدخلون البرنامج. ومرات اكثر احيان يقطعون راتب المتقاعد، يقطعون راتب الوريث، يقطع بدون سابق انذار، يقطع راتبه، يظل هدايخ، يقطع راتبه، يروح يراجع الهيئه، يلزم سره بهذا بالشباك، يلزم سره ساعتين 3 ساعات 4 ساعات لما يدخل الموظف قال تعال الاسبوع القادم، انت سراك مو اليوم، انت حرف اليف، تعال الاسبوع القادم، يجي الاسبوع القادم يلزم. زين، اكو جدول بالاحرف؟ زين، على اساس نظموا جداول. زين، قلت لك يعني معاناه المتقاعد، تعرفين المتقاعد اكثرهم يجي على ركازه، قسم يجي على كراسي متحركه، قسم شياب يتوتشه حاطينهم يصعد فوق الطابق الثاني بدون درج، ويعني يخلونهم في مكانات يعني بحيث يبهدلون المتقاعد تبهدل. ما يضبطون الامور بحيث المتقاعد ياخذ راتبه باستمرار بين فتره وفتره، قطعوا راتب 100,000 دينار. يا يعني شنو السالفه؟ قطعوا منك 100,000، ما تعرف قضيه شذي. راحوا وين يراجعون؟ تعرفون المتقاعدين من يصير خطا يروحوا يراجعون التقاعد، وتصير الازدحامات وتصير تكتل بشري والناس تاذى وحتى ناس توقع من خلال المراجعات. على شنو القطع هذا؟ ضبطوا اموركم يا اخوان، يا هيئه التقاعد، ضبطوا اموركم حتى ما تقطعون راتب المتقاعد، حتى ما تخلون المتقاعد يضطر يراجعكم. في معاناه كثيره حقيقه يعني، اضافه للتاخير بمكافاه اثناء الخدمه، لما حال الموظف على التقاعد يجب المكافاه تمنح مباشره، لكن هم يخلوها شهرين وثلاثه واربعه، لما يضطر الموظف المتقاعد تالي يضطر الى انه للمعقبين وللسماسره الموجودين بالهيئه يعطوهم مقابل رشوات في سبيل يطلعونهم المكافاه. معاناه كبيره حقيقه يعني، معاناه كبيره. يعني دول المعقبين هم نفس الموظفين لو خارج الدائره؟ شلون المعقب يشتغل اذا ما عنده سماسره بالدائره؟
طبعا خارج دائره موجود هو، بس عنده موجود دائره يشتغل وياه اكيد. ايش قد ياخذون من المتقاعد حتى يكملون معاملته؟ طبعا اشكال كيف هم مليونين 3 ملايين 4 ملايين. اضافه لهذا، اكو قضيه ثانيه قاعده تحدث مرات. ليش هو المتقاعد عنده هذا المبلغ اليوم يروح يتعالج به، يسافر به 3 ملايين 4 ملايين؟ يضطر المتقاعد غصبا عليه يطلع مكافاته، شو يسوي؟ يدفع غصبا عليه. بعض ما عنده شلون استاذ محمد؟ ما عنده يظل يبقى الى ان الله يهديهم. يبقى ولا متبهذل؟ يبقى متبهذل طبعا. مرات شو يسوون ذول الموظفين؟ عن طريق السماسره يعطون رقم المتقاعد واسمه يتصلون عليه، انت محمد الجبوري فلان؟ نعم. يابا انت لك مكافاه ولك فروقات تسوي لك اياها، بس راح ندز لك كود، دز لنا اياه ان شاء الله نطلع لك مكافاه. هذا مسكين يكيف، رجال كبير بالعمر او مره كبيره تفرح. اتصلوا عليه، سووا له كود مال الموبايل، اتصلوا عليه مال البطاقه مال الراتب، اخذوا الكود مالته، قطعوا راتبه كله، سووا به سلفه وظل المتقاعد الراتب. وصارت هاي حالات كثيره يعني. معقول هذا اليوم بده يصير استاذ محمد؟ اقسم بالله العظيم بده يصير هذا وفعلا حقيقه يعني. يتصلون يعني نصب واحتيال علني استاذ محمد. نصب اكو ناس يعني على قد حالها، ناس يعني بعدها غشيمه. ما تفتهم بهاي الامور. راسا تعطي الكود تكيف، يقول لك انا جايتني مكافآت وسلفه، والعالم تفرح. يجيها فلس زايد، ياخذون من عندهم الكود والرقم السري. نعم نعم. ياخذون الراتب بالضبط. مو شلون طريقه يجي يطيل الاسم الكامل، انت ست هبه رشيد؟ نعم. تفاجئت طبعا. انت يابا انت اسمك فلانه، راتبك التقاعدي هالقد، انت بيتكم بالمحافظه الفلانيه؟ اي نعم. لك معلومات كامله يعني صادقين به. مهم يعني استاذ محمد، هذول نفسهم موظفين من هيئه التقاعد؟ موظف يعطي معلومات المتقاعد للسماسره الخارج، ما موظف ما يطرز مع نفسه، يعطيها للسماسره. وين الذمه؟ وين الضمير؟ وين الانسانيه اليوم؟ ارقام وهميه، ارقام وهميه ما مثبته، ارقام وهميه، لما باصدق عليه ارقام ينغلق وينتهي. ياخذون سلفه براتب المتقاعد، والمتقاعد يظل بدون راتب ويقعد وينتهي. زين؟ هاي الامور برت على المتقاعدين يعني كوارث بهذا المسكين، والله العبوا بيه طوبه. لا اله الا الله. والله طوبه العبوا المتقاعد، اي والله. الله يعينكم صراحه استاذ محمد، يعني هذا نصب واحتيال علني، يعني وين مدير هيئه التقاعد؟ وين هيئه النزاهه؟ وين الجهات اليوم المسؤوله تحاسب يعني هاي الاشخاص اليوم اللي تاخذ حقوق العالم ورواتبهم وتخليهم بدون رواتب؟ يعني مدير هيئه التقاعد عنده علم بهذا الكلام؟ يقول انا سماسره هذول معقبين، وفعلا لزموا مجموعه ذكرين، يمكن طلعوهم بالتلفزيون مره، هيئه النزاهه لزمت مجموعه حوالي 29 واحد، لزموا قسم منهم، وتعرفين هذول متداخلين منا ومنا، ويطلعون بين فتره يطلعون عادي. بس موجوده يعني لحد هاي اللحظه استاذ محمد، بين فتره والثانيه نشوف على موجودة. مواقع التواصل لا لا يحذرون العالم، يابا يجيكم اتصال، يجيكم كود، لا تعطون المعلومات. نشوف هذا تنتشر يعني بين فتره والثانيه من خلال البيجات والمواقع. نعم موجوده موجوده يعني معناتها لحد الان ما منتهيه هذا، هاي الظاهره. لا لا يعني ما تنتهي. ما طول اكو ناس بسطاء وفقراء ومساكين تمشي عليهم الشغله، ما تنتهي يعني. تجي حوالي 15 20 مليون بلحظه واحده، ليش ينهيها؟ ليش يتركها؟ وهو معقب، وهو يعني هو حرامي لص. زين؟ فاحنا يعني خافت الله وين العد ما اعرف. من يعرف استاذ محمد يعني رسالتك الاخيره؟ نعم. اليوم خلال البرنامج. والله انا رسالتي الاخيره الى الجهات الحكوميه، رئيس الوزراء ولا مجلس النواب، اي نظرون بنظره انسانيه، ما اقول لكم نظره يعني نظره انسانيه لهاي الشريحه، هاي الناس اللي قدمت البلد وتعبت ومجاهدت وناضلت وحمت البلد على مدى عقود من الزمن، المفروض تكون نظركم خاصه لهاي الناس حقيقه يعني. يعني هذول مثل ابائكم، هذول مثل امهاتكم، هل تقبل انت مثلا تقبل امك طريحه بالفراش ما يقدر يراجع طبيب؟ هل تقبل والدك قاعد بالفراش ما يقدر يراجع طبيب؟ يعني هذا حتى اعتبره بر الوالدين، هذا اعتبراني، هذا عقوق والدين، حقوق الوالدين. يعني حتى الله سبحانه وتعالى قال وقفوهم انهم مسؤولون. هاي مسؤوليتكم باشر انتم امام الله سبحانه وتعالى، هاي رعيتكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الى متى تبقى هاي رعيتكم متبهدله؟ مو ناس عاديين، ناس كبار السن، يعني ناس اجداد، عندهم احفاد، عندهم اولاد، عندهم طلاب مدارس، عندهم طلاب جامعات. ثقي واعتقدي اكثر اولاد المتقاعدين تركوا الدراسه، اكثرهم
ما يقدر يأمن لأبوه متطلبات دراسة، ما يقدر راتبه 500,000 دينار ما يقدر يكمل مستلزمات دراسة بين مدرسة خصوصي وبين خطوط وبين مصاريف استنساخ وغيرها، تركوا الدراسة أكثرهم، أضافة إلى أنه ولدهم وياهم قاعدين بالبيت، أيضا وظائف ماكو. فلهذا احنا ناشد الحكومة نظرة إنسانية لهذا العالم اللي خدمة البلد وقدمت ما قدمت. زين، وأعيد وأكرر إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم إخواني المتقاعدين تجمعكم، لا تقصروا بالتجمع أمام المنطقة الخضراء، وأتمنى أيضا من كادر قناة وطن أدعوكم أيضا لإرسال إرسال جهة إعلامية أو مصورين أو كادر من قناتكم يغطي المظاهرة راح تكون أمام المنطقة الخضراء إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم. ان شاء الله استاذ محمد، صراحه يمكن اقل شيء احنا نقدمه لكم، لان المتقاعدين افنوا حياتهم في سبيل خدمه الوطن والمواطن، الله يسلمك، بالتالي انتم تستحقون كل الحب والاحترام. شكرا لك استاذ محمد الجبوري، رابطه نقابه المتقاعدين، تحياتنا لك. شكرا جزيلا. اكيد حق رد مكفول، منبرنا حر، وغايتنا ايصال كافه الرسائل. الى اللقاء.